ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي المالي. وأظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم أن متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6 مليارات و800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4 مليارات و900 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي. وارتفع الفائض من ميزان السفر إلى نحو 5 مليارات و400 مليون دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 3 مليارات و800 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.